أعطاه المنتخب المغربي للدور الثاني. رجال ونساء كيتصلوا على لبادتنا مباشرة بعد نهاية مباراة محاسمة لأهلتنا للدور الثاني من مونديال قطر 2022. أجواء حماسية قتالية عاشوها أسود لا تصحى المباراة محاسمة. أكيد على أنه اللاعبين المغربيين ما كانوا سهلين. كانت مباراة حاسمة قتالية. برافو أسود الأطاس، أبنتوا على روح قتالية كبيرة، ودابا غتوالى الاحتفالات في مدينة طنجة مباشرة. نوردان نوردان فكي كتشعل كنعيشوا أجواء حماسية واحتفالية فاتتنا في مدينة طنجة، مدينة البهجة والنشاط. فرحانين المغاربة بالتأهل هذا الأثناء. مباشرة من بعد تأهل المنتخب المغربي للدور الثاني من فعاليات مونديال قطر 2022. أجواء حماسية وقتالية بلدنا كنعيشوها في مدينة طنجة عاصمة البهجة. ففعلا فرحة كبيرة وكبيرة بزاف بعد تأهل المنتخب المغربي للدور الثاني من فعاليات مونديال قطر 2022. واحدة من أهم وأكبر المباريات عشنا على أعصابنا أجواء التأهل، ولكن الحمد لله هذا المجهود ما ضاعش وتأهلنا للدور الثاني. برافو أسود أطلس، برافو أسود أطلس على كل الفعاليات الكبيرة اللي قمتوا بها خلال المباراة الحاسمة اللي جمعت المنتخب المغربي ضد نظيره الكرواتي. نتمناو الخير يا ربي. جبنا وتقنا بزاف مباريات، فريق قتالي، فروح قتالية كبيرة. كي كنشوفوا مشهد يعجز عن الوصف، شوارع طنجة كلها خارجة فاتتنا للاحتفال. برافو أسود الأطلس، برافو، برافو المغاربة، برافو المغاربة. مشاهدينا الكرام كما كنشوفوا اجواء قتاليه عشناها من مدينة طنجة من بعد تأهل المنتخب المغربي الفعاليات الدورة الثانية من مونديال قطر 2022 بعد تصدر المجموعة ديالو بعد النقاط. برافو أسود الأطلس، برافو المغاربة، برافو